الواد صافي بتخونيني مع جوز بنتي. لا يا حنفي ما تبقاش مجنون، هي يوسف اخويا. انت الخاين اللي كان عايش وسطينا المدة دي كلها واحنا مش دريانين. اتجوزت بنتي عشان تنتقم منها ومن كيداهم، وانتي اتجوزتيني علشان ترجعي فلوس ابوكي مش عشان ريداني. انتوا اللي ما طلعتوش من البيضة تضحكوا على المعلم حنفي البرنس. لا يا حنفي ما تظلمنيش، انا فعلا جيت الحتة عشان انتقم من كده، بس ما كنتش رسمة ان كل ده يحصل. يعني انت كان ممكن ما تحبنيش ولا تتجوزني، وعدوي الله يرحمه لو كان عايش كان زماني مراته. انا اتجوزتك عشان معاملتك الطيبة ليا وطيبة قلبك، وخلفت منك برضايا، وإلا كان ممكن منعت الخلفة من وراك. أنا معلم ما كنتش عايز أنتقم منك ولا حاجة. أنا اتجوزت بنتك على سنة الله ورسوله وما ضحكتش عليها في الحرام لما مؤاخذة. وبعدين إحنا عمرنا ما كرهناك، لأن أنت مالكش ذنب في أيتها حاجة. إحنا طرنا مع كيدهم وبس. وإحنا إيه وكيدهم إيه؟ لما تنتقموا من كيدهم تنتقموا مننا كلنا، ما إحنا عيلة واحدة. أنا مش فاضلكم. أنا عندي عملية في العمر النهاردة، خلصها وقتين لينا كلام تاني. مش عايزين تعرفوا العملية فين وإمتى عشان تبلغوا عني. مش عايزة أبلغي عن أبو ابنك يا صفية. ده انا بديك انت وهو بعناية الحنفي. العموم انا مش هجيب سيرة، مش هجيب سيرة. انتو مين اللي جاي لهم؟ من اهل الله هي السبب في كل ده، هي السبب. ايه كيداهم؟ لا مش هناك. ولعلمك صفية مراتي اشرف من الشرف، انت فاهمه؟ وخدي دي كمان، من النهارده مفيش طبعا، مفهوم؟ اقفل السكه. غريب يا شحتة، معلم مصحف اتأخر كده ليه؟ ما تأخرش ولا حاجة يا معلمي، احنا اللي جينا بدري. وبعدين مالك؟ قلقان ولا ايه؟ مش قلقان ولا حاجة، بس خلاص حاسس ان جه أوان التوبة يا شحتة. العمر بيجري، نفسي ابني لما يكبر يفتخر بيا. عشان كده بقى المرة دي جبت كمية بضاعة كبيرة. ايوه، هتبقى آخر عملية إن شاء الله، وناوي ابني جامع. ايوه جامع، واسميه باسم ابني، جامع يوسف. ايوه جامع كده حته واحده في قلاب عربيه. الظاهر وصل هم تقريبا. هم معلوم هم يا برنس. دلع السلامه يا معلم. جايز كله تمام، بضاعة شحطة من ورا. ايه
ورانا ورانا يا معلم. انا شايفهم يا اخي. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. خد بقى في حياتك يا مدام كاري. بنتك بخير. انا قصدي على الاستاذ حنفي. حنفي ايه يا جماعه؟ صوت فاهم بتصوتي اللي احنا ناقصين يا كيداهم. حرام عليكم حرام عليكم. ليه كده بس؟ ليه كده يا ماما؟ مخص عليكم مخص عليكم. ده انا دمي ناشف. حرام عليكم. قولي لاختك ماتت. ايه يا دكتور؟ ما تطمنا. هي عندها صدمه شديده وان شاء الله تكون بخير. انا كتبت لها شويه تحاليل يا ريت تعملوها لها. بنتي بقى مخبى عليا ايه؟ قولي يا دكتور. بنتك بخير. انا كتبت لها التحاليل دي عشان نعرف هي عندها ايه ونعرف تعالجها صح. وانا اسف على سوء التفاهم اللي حصل. السلام عليكم. الراجل الدكتور ده هيموتني. بقى الله شكرا الله سعيكم. شكرا الله سعيكم. هفوت عليك بكره في القهوه ان شاء الله. شكرا الله سعيكم يا معلم. شكرا الله سعيكم. بقى الله شكرا الله سعيكم. نور عيني يا حبيبتي. يا ريت انا وانت. لا يا ماما ان شاء الله ما اشوفش الشر فيكوا. ربي يجعل يومي قبل يومكوا. يا نور عيني هي اللي خدت الخضه بتاعت ابوها. كانت بتحبه قوي. كانت بتحبه قوي يا ماما. يا ريتها ما ردت هي على التليفون. هي اللي خدت الصدمه. خلاص يا حبيبتي انا هنا مع اختك النهارده. يمكن تحتاج حاجه. انت عارفه انا نفسيتي زي الزفت. ممكن تقوم في نص الليل ولا حاجه. ما تتعبيش نفسك انت يا ماما. انا ممكن ابات معاها. ما تتعبش نفسك. ازاي تنمي معاها؟ مش عندك ابن كبير ده؟ هتسيبيه وتنمي معاها؟ ولا علمك انا كده كده مش هقدر اخش الاوضه بتاعت ابوكي بعد ما مات. الله يرحمه ويرحمه. الله يرحمه ويحسن اليه. طب
اطلب لي قهوة سادة دبل. قهوة وسادة؟ ايه اللي حصل يا حضرة الضابط؟ فندم انا بقالي فترة ماسك القضية دي وكان نفسي اقبض على التجار دول هم معاهم المخدرات. بس انت على الاقل صادرت البضاعة ومنعت دخولها البلد. احنا صادرنا البضاعة يا فندم لانهم رموها من العربية وهي بتجري، لانهم خافوا يتقبض عليهم ومعاهم البضاعة فيبقوا في حالة تلبس. ما انت عارف ولاد الذين دول فاهمين في القانون كويس قوي، ويا ريت يا فندم احنا عرفنا نقبض عليهم. ده شحته وحنفي ماتوا والباقيين هربوا. وحتى لو كنت قبضت عليهم من غير البضاعه القضيه كانت هتبقى في شنك. طب والعمل ايه ساعتها؟ انا من رايي تستمر في مراقبه مسعد وعصابته، وكمان الست كيداهم عينيكوا عليها ليل ونهار 24 ساعه. هم مدين اللعبه دلوقتي لكن اكيد هيرجعوا يشتغلوا تاني. خير يا دكتور، حضرتك قلت لي انك عايزني على انفراد عشان تكلمني بخصوص بنتي امين. خير اللي ما جاله خير. خير خير يا ست كل. والله مش عارف اقول لحضرتك ايه، بس ايه يقول يا دكتور؟ تحليل الدم اللي انا طلبته لانسه امينه اثبت لي ان شك كان في محله. يعني ايه شكك في محله؟ اتكلم وقول لي، انا خلاص قلبي بقى في رجلي. تحليل الدم بتاع بنتك بيقول ان هي مدمنه هيروين. ايه فلا الله ولا فعلا هيروين ايه اللي بنتي هتدمنه؟ اكيد التحليل اللي انت عملته ده تحليل غلط. هو بصراحه يا ست الكل ليك حق ما تصدقيش، بس لما هي كانت عيانه وانا كشفت عليها شكيت في الامر، عشان كده طلبت منك انك انت تعملي لها تحليل دم. انا عارف ان هو خبر صعب وانت حضرتك في ظروف صعبه، بس كان لازم اقول لك عشان نعرف نتصرف. نتصرف نعمل ايه في الحادثه زي دي؟ الواحد يعمل ايه؟ لازم تروح المصحه. صح، بس بتقلق يا خرابي. معقول اخد بنتي وادخلها مصحه؟ الناس تقول عليا ايه؟ بنت كيداهم المعلم حنفي بتشم. ده عندنا مشكله كبيره. لا حول ولا قوه الا بالله. انت بتقولي ايه؟ في سر وانا مش قايله لك. انا خلاص عرفت كل حاجه. صح، ما حدش دخل فيها وخرج. دي حاجه غريبه جدا. يا امينه اتجننت؟ ما تقوليليش. لا حول ولا قوه الا بالله. ايه ده؟ خير؟ هو ده اللي عندي. حلال عليك. انا عارف ان هو خبر صعب وانت حضرتك في ظروف صعبه، بس كان لازم اقول لك عشان نعرف نتصرف. نتصرف نعمل ايه في الحادثه زي دي؟ الواحد يعمل ايه؟ لازم تروح المصحه. صح، بس بتقلق يا خرابي. معقول اخد بنتي وادخلها مصحه؟ الناس تقول عليا ايه؟ بنت كيداهم المعلم حنفي بتشم. هو يا ست الكل مفيش حل غير كده، لكن المصحه دي تتميز بالسريه، محدش هيعرف، وبيعتنوا اعتناء شديد جدا بالمرضى، محدش دخل فيها وخرج. ايه؟ لا لا، قصدي محدش دخل فيها وتعالج وخرج ورجع تاني. طب وبنتي لازم تروح امتى؟ والله يا ست الكل كل ما يكون اسرع كل ما يكون احسن. انا عارف ان هو خبر صعب في ظروف صعبه، لكن لازم تتعاملي مع الموقف ده في منتهى الهدوء. اي تعنيف اي شده مع البنت ممكن يحدث انتكاسه وترفض تاخد العلاج، وانا كتبت لها شويه ادويه مهدئه بيقللوا حاله الهيجان اللي بتصاحب متعاطي المخدرات لما بيحتاجوا الجرعه دي. ما بتمنعش حاله الهيجان لكن بتقللها. ارجوكي في منتهى الهدوء، وكل ما يكون اسرع كل ما يكون احسن. ممكن حاله الهيجان تيجي في لحظه شديده جدا تكسر كل اللي قدامها. كل يجيب ربنا خير ان شاء الله. اول مره احس ان انا محتاجه لك قوي كده، محتاجه لك تقف جنبي وتقول لي اتصرف ازاي. المره الوحيده اللي احتاجتك فيها يا حنفي ما لقيتكش. هعمل ايه دلوقتي؟ معقوله بنتي انا مدمنه؟ هو انا اللي عملته في الناس بيطلع عليا؟ أكيد أنت أمر ربنا سبحانه وتعالى، بس أنا راضي يا رب بأي انتقام، بس بلاش يا رب بريج. حنفي قول لي أعمل إيه؟ أعمل إيه مع بنتي؟ أزعلها؟ أضربها؟ أقتلها؟ ولا أخدها في حضني؟ قول لها معلش يا بنتي. ربنا يا
يخلص ذنبي فيكي. معلش يا ضنايا، انا اللي عملت فيكي كده. يا رب يا رب، انا عارفه اني مليانه ذنوب، بس مليش غيرك يا رب العالمين القالوا. اشفيلي بنتي ضنايا، وعد علي من اللحظه دي حد الله ما بيني وبين المخدرات، حد الله ما بيني وبين المخدرات، حد الله ما بيني وما بين المخدرات. ازيك يا امينه دلوقتي عامله ايه؟ الحمد لله يا ماما، كان عندي صداع كان هيفرتك لي دماغي، بس الحمد لله بقت احسن. طبعا عشان ما خدتيش المدعوء اللي تشميه. هبه بيه. تعالي يا امينه، تعالي يا عمتي، انا خلاص عرفت كل حاجه. تعالي يا امينه. ليه يا امينه عملت كده حبيبتي؟ ليه؟ هنا عليك نفسك، هنا عليك اخواتك، طب هنا عليك امك. يا ماما انا كنت بعتك العدن ده قوي، كنت بعتك من زمان، كان بيبقى نفسي فيه عمري ما لقيته. يا حبيبة قلب امك، يعني انت بتحمليني اهم اللي انت عملتيه كده يا امينه؟ يعني انا اديتك الحريه عشان تستعمليها غلط؟ انا اللي خليتك تتلمع الشله البايظه دي اللي علموك الادمان ويخلوك ترجعي في نصاص الليالي بيتك وانت بنت محترمه جميله زي الفل كده يا امينه؟ ليه يا حبيبتي؟ يعني انا كنت بعمل كده ليه؟ عشان تعيشوا احسن عيشه، العيشه الابهه اللي انتوا عايشينها، عشان تقوا على قلبي 9 اشهر وربيته كبرت لما بيته زي الورده المفتحه، في الاخر ابوكم راح اتجوز عليا وصرف فلوسي وفلوس على الحربايه اللي نايمه جوه. يا ماما يا ماما، احنا ما كناش عايزين فلوس، احنا كنا محتاجين حنان. اديكي شفتي ابتسام راحت اتجوزت من وراكم، وانا هو قدامك، ويا عالم ايه تاني اللي هيحصل؟ يا حبيبتي حقك عليا، حقك عليا يا قلبي، انا غلطانة. امينة انت لازم تتعالجي. يا ريت يا ماما يا ريت، انا في كابوس ونفسي اخلص منه. ان شاء الله حبيبتي هنطلع من الكابوس ده وهتبقي زي الفل. لازم تروحي المصحة عشان تتعالجي هناك. مصحة؟ لا يا ماما لا، انا عايزة اتعالج في البيت. ما ينفعش حبيبتي، الدكتور يا قلبي قال لازم تروح المصحة عشان تتعالجي هناك. يا ماما ما انا لو رحت المصحة هتفضح وهفضحكم معايا. ما تخافيش يا حبيبتي ما تخافيش، انا هقول ان انت مسافرة تغيري جو. هتسيبيني هناك لوحدي؟ لا يا حبيبتي، انا اقدر اسيبك، هقعد جنبك ليل ونهار انا واخواتك. اخواتي يعرفوا؟ لازم يعرفوا عشان يبقوا جنبي في الظروف اللي زي الزفت اللي احنا فيها دي. يا رب يا رب نجيلي بنتي، انا غلطت في حقك كتير، سامحني يا رب، سامحني حبيبك النبي يا رب، سامحني ونجيلي بنتي، سامحني يا رب. بقيتوا تعرفوا كل حاجه كويس قوي، يعني قد المسؤوليه. مسؤوليه ايه يا ماما؟ احنا عندنا مشكله كبيره قوي في البيت. يا ماما خير؟ ما تقلقينيش، ايه اللي حصل؟ اختك امينه لازم تروح تصحى. يا لهوي ليه يا امينه اتجننت؟ يا ريت كانت اتجننت، اختك بتتعاطى مخدرات.
انتي بتقولي ايه؟ امينه ازاي؟ يا لهوي وحدتي ازاي يعني تشرب مخدرات؟ حس خلاص شوي. ايه عايزين عمك تعرف ولا المخفيه مرات ابوكوا عشان تمسكها نازله؟ الموضوع ده مش هذا ولا تبان لازرق يعرف عنه حاجه، سامعين ولا لا؟ يعني ما اجيبش سيره قدام حليم ولا اعمل ايه انا؟ سيبي لحليم انا اللي هتفاهم معاه عشان ما يفتحش بقه. طب هنقول لصافيه وطنط روحي ايه؟ انا هقول لكم تقولوا لهم ايه. ازيك يا استاذ سامح؟ اهلا 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 يا مدام صافي، منوره المكتب. ازاي حضرتك؟ قلبي عندك والله. هنعمل ايه بس؟ مقدر ومكتوب. على العموم شدي حيلك، اتفضلي اتفضلي حضرتك. ربنا يخليك. شدي حيلك يا مدام، الحمل عليكي تقل شويه ولازم تبيع ده ودود. انا اللي صعبان عليا ابني يوسف، ابوه ما لحقش يتهنى بيه وهو عاش طول عمره مستني. لا حول ولا قوة إلا بالله. بس على العموم هو ده حال الدنيا. بس أنا برضو عايزك تبصي لقدام، دي دلوقتي ابنك محتاج لك ومحتاج كمان إنك تحافظيله على ثروته. قول لي يا أستاذ سامح، هو حنفي كان كاتب وصية قبل ما يتوفى؟ والله يا مدام صافية، المعلم حنفي الله يرحمه زي ما يكون كان قلبه حاسس، قبل ما يموت بأسبوع بالظبط كنا خلصنا كتابة الوصية وكملنا الإجراءات. دي حاجة غريبة جدا. طب أنا ليه عندك طلب غريب شوية كده؟ معلش أمريني. أنا عايزك لما تفتح الوصية ما تقولش اسمي بالكامل. مش فاهم. يعني لما تفتح الوصية ما تقولش قدام كيداهم صافية إيه، عشان يعني كان في مشاكل قديمة كده بين عائلتها وبين عيلتي، فأنا مش عايزاها تعرف إن أنا من عيلة أبو سويلة، لحسن تحطني في دماغها اكتر ما هي حطاني. طب وهي ليه عندك ايه؟ هي يا استاذ سامح، انت نسيت ان احنا عايشين في بيت واحد ولا ايه؟ ايوه بس انا برضو عايزك تحط في اعتبارك ان الفتره اللي جايه دي هيبقى في بينك وبينها ورق كتير والاسم هيتذكر اكتر من مره. خليها على الله. انت ايه حكايتك يا بت؟ هو انت عشان تجيني لازم بالمحا